السلام عليكم اخوتي اخواتاتي، مرحبا بكم في قناة الزهور العربي. معكم شاب الحسين. اليوم بغيت نشارك معكم واحد البلاص غادي نقدموا لكم بنتي وصال ان شاء الله. كنتمنى ان شاء الله يعجبكم هاد البلاصة. تابعونا في هذا الفيديو ان شاء الله على بركة الله. السلام عليكم احبابي ومرحبا بكم انا في فيديو جديد على قناة العربي زهور. المهم احبابي، اليوم بغيت نقدم لكم لاكلاص اللي هو اقتصادي وكيبغي الوليدات الصغار والكبار. المهم احبابي نخليكم مع الوصفه مع المقادير. المهم غادي نديرو باكيت الكريم شونتي ونستر الحليب اللي يكون بارد مزيان. وبالنسبه للنكهات فكيبقى على حسب نتوما اللي بغيتو، على حسب النكهات اللي كتبغيو. حنا انا غندير الفريز والكراميل والشوكولات. فبالنسبه كديروا دانون ديال الفريز والفلون ديال الفريز والفلون ديال الكراميل. انا ما لقيتش ديال الكراميل فغادي خديت هذا ديال الفاني مع دانون ديال الكراميل والفلون ديال الشوكولات مع دانون ديال الشوكولات. صافي اوريو على حساب يعني التزيين، على حسب نتوما اش كتبغيو، على حسب المستطاع. ممكن ديروا اللوز وكراميليزي، يعني ديروا اللي بغيتو. فانا خديت اوريو وصافي هادشي اللي عندي. المهم احبابي خليكم معنا احبابي، غادي نبداو في الوصفه ديالنا لاكلاص ديالنا. غادي ناخذو باكيت الكريم شونتي وغادي نديروها كلها. المهم احبابي وغادي نديرو نص سطرة الحليب، غادي يكون بارد كيف ما قلت لكم باش يطلع الكريم شونتي مزيان. وغادي نبداو نطلبو فيه مزيان. المهم احبابي غادي نبقاو نطلبو فيه مزيان حتى يطلع لينا وغادي نرجع معاكم. المهم احبابي كيف كتشوفوا معنا هلا كريم ديالنا طلعات مزيان كيف كتشوفوا. المهم غادي انا غادي نقسم الخليط على ثلاثه، ممكن نتوما تقسموا على شحال ما بغيتوا، على جوج، على واحد، يعني على حسب النكهات اللي نتوما كيعجبوكم. المهم خليكم معنا احبابي وغادي تشوفوا معنا الطريقه التحضير. احبابي كيف كتشوفوا معايا انا قسمت الخليط ديالي على ثلاثه كيف ما قلت لكم. يمكن لكم تقسموا على شحال ما بغيتوا على حسب النكهات اللي باغيين ديروا. مهم انا درت الفريز والشوكولات والكراميل كيف ما قلت لكم. هنايا ما لقيتش الكراميل، قلبت عليه ما لقيتوش فخديت غير ديال الفاني. مهم احبابي حنا غادي نخلطوا دابا هاد النكهات ديالنا، نديروا دانون الفريز. الا كانت عندكم حتى النكهه اللي كناخذ من عند العطار العبار حتى هي مزيانه، يمكن لكم حتى هي ديروها حتى هي مزيانه، كتعطي حتى هي اللون وكتعطي المذاق زوين والريحه تكون زوينه. هاد النكهات اللي كنديروا في الحلوى الصابلي. شوف احبابي حتى حاجه ما تضيع كاينه ياك كاين هيك الشاف بوما حتى حاجه ما تضيع كاين. المهم احبابي غادي نبقاو نخلطو في هادو حتى ينسجموا لينا مزيان وغنديروا نفس الطريقه مع الشوكولاته والكراميل ديالنا وخليكم معنا حتى الاخير. احبابي كيف ما كتشوفوا انا الخليط خلطته مزيان وغادي ندير واحد شويه اوريو مهرمش كيف كتشوفوا. يعني على حساب نتوما اش كتبغيو. انا درتو، يعني ممكن ديروه ممكن لا كتشوفوا سيداتي احبابي. صافي غادي نخلطوا وغادي نبقاو بحال هكا بالطريقه ديال الشوكولاته ومع الكراميل عفوا. المهم احبابي بقاو معنا حتى الاخير وغادي تشوفوا النتيجه الاخيره. المهم كيف كتشوفوا معنا احبابي هالخليط ديالنا وجدوا كلهم.
انا هادو الشوكولات ود الفريز درت فيهم اوريو، ولكن هذا الكراميل ما درتش معاه اوريو. نورمالمون هاد الكراميل كيجي معاه اللوز كراميليزي ولا كوكا ولا اي حاجه، فخليته غير هكا عادي، ولكن هادو درت فيهم اوريو. هو هو الفريز. مهم احبابي خليكم معنا وغادي تشوفوا الطريقه الاخيره. مهم احبابي انا دابا جبت الموز ديالي، غادي ندير لاكلاص ديالنا طبقه طبقه. ممكن ديروا اي مول اللي بغيتوا، انا عندي هذا، فانا غادي ندير كل طبقه بوحدها وخليكم معنا احبابي. المهم غادي نديروا الطبقه ديال الفريز وغندخلوها تشد في راسها شويه، عاد غادي نديروا الطبقه ديال الشوكولات وعاد من بعد طبقه الكراميل. المهم كيف كتشوفوا احبابي، انا خويت الخليط ديالي هنايا، فغادي نخلط بحال هكا المول باش يولي ليا مسرح من الفوق من الطاس مزيان، وغادي نديرو في الفريغو باش يجمد ليا مزيان، عاد ندير الشوكولاط والكراميل. المهم احبابي فاش شدات لنا الطبقه الاولى شويه في راسها، غادي نزيدو الطبقه الثانيه والشوكولاط. المهم نتوما ممكن ديروا اللي بغيتو، واش بقاو غاديين بهذه الطريقه حتى تكملوا هادو النكهات اللي عندكم كلهم. خليكم معايا حتى الاخير وغادي تشوفوا النتيجه النهائيه. ورجعنا لكم احبابي من بعد ما جبت لينا لاكلاص ديالنا مزيان كيف كتشوفوا. غادي نزينو. المهم التزيين كيبقى على حساب الاختيار، على حساب نتوما اش كيعجبكم واشنو موجود عندكم. انا غادي ندير غير اوريو وهذا البيمو بريك. المهم خليكم معنا احبابي باش غادي نزينو. المهم احبابي انا درت التزيين ديال لاكلاص ديالي بحال هكا، نتوما كيبقى على حساب اللي موجود عندكم كيف ما قلت لكم من قبل. والمهم كيف كتشوفوا انا غادي نقطع دابو. المهم احبابي كيف كتشوفوا معنا ها لاكلاص ديالنا كيف جا، وكيجيو هاد القطيطة هاد اوريو كيجيو غزالين وما هرمشين داخل لاكلاص كيف كتشوفوا. المهم احبابي الصراحه كيجي هائل ولذيذ بزاف، وكيبغيو الوليدات الصغار في هذا الصيف كيف ما كتعرفوا. المهم احبابي بالصحه والراحه. المهم احبابي كيف كتشوفوا انا في هذا الاثناء فاش جمد ليا لاكلاص ديالي، درت هاد الكاليت اللي ساهلين واقتصاديين ويعني كيوجدوا بسهوله في رمشة عين الصراحه ولذاذ بزاف. فلو بغيتوا الوصفه ديالهم كتبوا لي في الكومنت في الكومونتير ولا بغيت الوصفة ديالهم ونديرهم لكم ان شاء الله. ومرحبا. الله يعطيك الصحة بنتي وصال، ان شاء الله كنتمنوا ان شاء الله تقدمي لنا فيديو اخر ان شاء الله في هادشي ديال الحلويات. وكنشكروا الاخوان ديالنا المتتبعين قناة الزهور العربي، والى فيديو قادم ان شاء الله. بارك الله عليكم.